مهنة ومحاولة الارتقاء بها. أعتقد أن من أبرز المسائل المتعلقة بالارتقاء الدائم بالمهنة هو التدريب الدائم. إذا كان جميعنا بنعتبر أنفسنا في امتحان دائم، فتدريب الدائم جزء من هذه المسألة. يمكن بعض المؤسسات بتعمل في هذا العمل بشكل منهجي وبشكل في نوع من أنواع الاستمرارية اللي بتحاول أنها تغير من هذا الواقع الصحفي وتدعم يعني سياقات أكثر تخصصا في مجال الصحافة زي صحافة البيانات أو المعلومات. في هذا السياق البرنامج المصري لتطوير الإعلام والشبكة العالمية للمحررين وشركة جوجل في شراكة عملوا مختبر للمحررين. هذا المختبر كان بيقوم على فكرة مشروع بينتجوا كل مجموعة مشاركة في هذا المختبر وبيتم التحكيم بينها واختيار فائزين. كاميرا مصر في يوم شهدت اليوم النهائي لإعلان النتائج وحاولت أن تتعرف على ملامح التجربة. نشاهد. انطلقت فعاليات اليوم الختامي لمسابقة صحافة البيانات على مستوى 7 من المؤسسات الصحفية. أخبار اليوم، الأهرام، مصراوي، المصري اليوم، روزا اليوسف إلى آخرهم، وذلك لعمل تطبيق يتم تداوله عبر الهواتف الذكية من أجل خدمة المواطن والمجتمع. دي المرة الثالثة لننظم مسابقة زي دي. هي بتبقى عبارة عن مسابقة حاجة اسمها Editors Lab. بيبقوا محررين، هو بيتكون من فرق، كل فريق مكون من 3 صحفي، مصمم، IT، والثلاثة دول بتبقى الموضوع ان هم يعملوا application، يعملوا حاجة في ويب سايت. المهم ان هي حاجة تبقى رقمية ديجيتال ويبقى ليها خدمة. برنامج هو عبارة عن أكبر داتابيز إن شاء الله هتكون موجودة في مصر في المجال الصحي، هتخدم كل المواطنين وهتخدم وزارة الصحة وهتخدم كل الدكاترة وكل العاملين في المجال الصحي. الابليكيشن احنا بنقدمه بيوفر لنا ان احنا تقدر تدور على أقرب مستشفيات ليك، وبحيث ان على حسب حالتك عايز مستشفيات متخصصة في العظام، في القلب، في أي حاجة انت هتلاقيها. قام كل فريق بعرض التطبيق الخاص به والهدف منه والتكنولوجيا المستخدمة فيه. فهناك على سبيل المثال تطبيق الصندوق لكيفية الإبلاغ عن القمامة في الشارع، تطبيق أوراقي عن الرخص وما شابه ذلك، وتطبيق صحتي وأنا النجدة إلى غير ذلك. ومن المقرر تأهيل الفريق الفائز للسفر إلى برشلونة للمشاركة في المسابقة العالمية. حاطين ان احنا نقدر نريت المستشفيات نفسها، الخدمة في المستشفى عاملة ازاي. ده ممكن المسؤولين نفسهم من خلال دوت هيشوفوا اراء الناس في المستشفيات وفي الخدمات بحيث ان هم يقدروا يصلحوا فيها وان هي تبقى كويسة. الفريق اللي بيفوز بينال ان هو يسافر في اوروبا يشارك في المسابقة العالمية، نفس المسابقة زي اللي في مصر بس مع فرق عالمية من امريكا، من فرنسا، من الارجنتين، من كل حتة في العالم. في النهاية تبقى الضرورة مرهونة بالتواصل بين الصحافة والتكنولوجيا، إنها ضرورة العصر ولا بد من الاهتمام بها. حنان راضي، قناة دريم. يمكن زي ما شفنا المختبر بيركز على فكرة العمل الجماعي، الهدف كان من خلاله بيتم أو لأجله بيتم تنظيم هذه المجموعات هو أدوات جديدة لمراقبة جودة الخدمات الحكومية. شاركت فيه عدد من المؤسسات الصحفية منها الأهرام، أخبار اليوم، روزا اليوسف، المصري اليوم، اليوم السابع، التحرير، وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي، ولاد البلد دوت مصر، اللي فاز فيها فريق ولاد البلد اللي يمكن المبادرة الأحدث بين كل هذه المؤسسات الكبيرة. هو المفترض ان هو هيسافر لبرشلونة ليلاقي فرق